تحية طيبة من هذا المكان الرائع لي طونجيروا غادي يعرفوه بيان سور، لي سبق لو جال لهنا غادي يعرف هذا المكان. كنعتبرو من احسن المناطق في مدينة طنجة، وهي منطقة مرشان وبالذات مقهى حنفطة الشهيرة اللي كانت اصلا يلاه واحد البريركه ولا ما بقى ماشي شي مقهى رائعه ولا هذا، ولكن على الاقل دابا فيها المرافق الصحيه، فيها اللي كطيح الشتا كاين عندهم واحد المكان في الداخل، ولكن اروع ما فيها هو هذا المكان اللي الناس جالسين فيه. بقى كنحاول نصور من بعيد الحفاظ على الانتيميتا ديال العائلات اللي متواجده، ولكن بغيت ننقل لكم فقط هذه الصوره تحت الاشجار ديال الكاليبتوس. و كتعرفوا الكاليبتوس واحد الريحه رائعه، بالاضافه لهذا ان اللي عنده صعوبه في التنفس كاين بعض الاطباء اللي كينصحوا بانه يشم الريحه ديالو بواحد الطريقه تقليديه كيتعاملوا بها، كتستعملها الامهات، كانوا كيستعملوها سابقا ولا زالوا، وهي الاوراق ديالو. هذه ماشي دعوه اننا نتفوا الاوراق، الحمد لله هاد الشجر هادو عاليين هادو فلتو، ولكن كنشوف بعض الطاكسيات لي كرون طاكسي كيكونوا واضعين الاوراق ديالو اللور، كيطلعوا الرميلات في الصباح وكيديو دوك الوريقات اللي هما فيهم الريحه بزاف، كيكونوا في تقريبا في الاماكن السفلى من الجذع ديال الشجره، ولكن لا يوميا وبزاف، وهذا غادي يوقع غادي نهلكوا دوك الشجر، ربما نؤديو للموت ديالو. على اي هذا الفضاء اللي دائما كنرجع له، وهو المكان اللي تقريبا كان هنا الملعب ديال كرة القدم ديال الملعب ديال طنجة. وكاين الأسر هنا، الأطفال الصغار كيلعبوا، يعني واحد المتنفس. يمكن لي نجزم وربما واحد المجموعة من الأطباء اللي هما أونيت غادي يمشيو معايا في هاد، واللي باغي يجمع الفلوس بيان سور غادي يتبلوا هاد الهضرة ديالي كلها متخلفة. هنا الناس هادي لا تيرابي دو جروب، كاين بزاف الناس كيجيو هنايا شي كيخوي على شي كيعاود المشاكل ديالو على شي، ولا كيمشيو مرتاحين. دراري صغار انتم كتشوفوهم كيجريو يغوتو، ولا ملي كيمشيو في الليل كيمشيو دودو وكتبعدهم على دوك لي زاباري الكترونيك. اش غادي نقول لكم، وكاين رواج اقتصادي. دابا انا كنتسنى شي اصدقاء ديالي كنجيو نلعبوا البارتشي هنايا، البارتشي لعبه شماليه من تياز. هامو الكالينتي واحد الاكله اللي هي خاصه ايضا بالشمال. اللي كيبيع البيض مسلوق، هامو البيان يعني كاوكاو، ها اللي كيصوب لي كاسكروت، ها اللي بون، كل واحد اش كيبيع، اللي كيبيع النفاف، خلي واحد ايكونومي صغيرة جالسة كدور. بالاضافة لان هنا يمكن لك تجلس تجيب معك كاسكروت ديالك ولا كطلب، حتى ما كاينش الممنوعات هنايا. وحتى بون كاين اللي غادي يقول بان كيدخنوا المخدرات ولا بون، انا كنجلس نادرا كيكون دي جون كطيح مع شي جروب هكا، ولكن كيحترموا، كاين الاحترام هنايا. هادشي كنأكدو لأن يوميا تقريبا في هاد الفترة ديال الحرارة كنجي لهنايا في كل عشية، وأنا الآن في انتظار مجموعة ديال الأصدقاء ديالي. وهاد الفيديو بالحق عملتها تلبية لطلب مجموعة من المتتبعين ديال القناة، قال لك نقلنا الأجواء الليلية اللي كتكون هنايا. بون دابا هادي تقريبا تسعود، ولكن واحد الظاهرة غير صحية. ها هي هاد السيد هذا اللي جاي، ها انتم شوف ما غادي يعجبوش الحال، غيشوف راسو غادي يقول لك ما عندكش الحق تصورني، ولا هو ما عندوش الحق اصلا يدخل لهنايا، وكاينه بلاك ديال سونس انتيردي هنايا.
على اي هاد الظواهر الغير صحيه هذه اللي كت هادو ما واحد العينه اللي في البلاد دائما سون دي اور لا لوا نسميهم انا نبدل لان ما كيعجبنيش نهضر على هاد العينات هذه لان فين ما مشيتي غتلقاها. لي باركينغ انتما كتشوفوا لي باركينغ موجودين يعني كاين فين وهذا الموضوع ديال لي باركينغ هذا موضوع اخر سأفرد له فيديو خاص للحديث عن حراس السيارات واللي دابا هذه لا دوزيام فيكتيم اللي سمعت ابن وحيد ديال واحد الاستاذه كنعرفها كان تعرض للقتل على يد حراس سيارات حموا عليه في مدينه ازيلا وواحد يلاه سمعتها البارح من السعيديه ايضا تزايدوا على ما عاد 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا هذا يعني روح كتمشي هكذا وهذا موضوع هذا موضوع ما يمكنش نهضر عليه في جوج دقائق ثلاثة دقائق غادي نفرد له فيديو خاص نعري شويه هذا المستور وبمعطيات ان شاء الله اللي ربما ما نعرف انا كان داك لو غران ديالي كنزلو عطى شي نتائج تبارك الله ما عطى شي. اوكي ميزامي جو لاس يا لا بروشين ان شاء الله تشاو.